أهلا بكم. الجميع يعاني من ضغوطات نفسية في إطار الحياة اليومية، كعبء مالي مثلا، ضغوطات في العمل، أو حتى ضغوطات في المحيط الأسري، والتي قد تولد الكثير من المشاكل على المستوى الجسدي والنفسي. قد يعاني الشخص من سرعة التوتر والاكتئاب والقلق، أو حتى سرعة الانفعال. في حلقتنا لهذا اليوم راح نتعرف على مجموعة من الممارسات الصحية اللي تساعدنا على التغلب على ضغوطاتنا النفسية، فأهلا بكم. في أحد محاضرات التنمية البشرية دخل المحاضر ليلقي محاضرة للطلاب عن التحكم بمشاكل وضغوطات الحياة، فقام برفع كاس من الماء وسأل الحاضرين: ما هو باعتقادكم وزن هذا الكاس؟ فأجاب الحاضرين، وكانت إجابتهم تتفاوت بين 50-75 إلى 100 جرام. لكن المحاضر لم يكن فعليا يقصد الوزن الحقيقي للماء، وإنما يقصد الوزن التراكمي والقدرة على حمل هذا الكوب مع مرور الوقت، لأنه في الحقيقة الوزن الحقيقي يعتمد على المدة الحقيقية اللي من خلالها أظل ممسك لهذا الماء. فلو حملت هذا الكاس لمدة دقيقة أو دقيقتين قد لا يحدث شيء، لكن لو قمت بحمله لمدة ساعة أو ساعتين فسوف أشعر بالألم والإرهاق، ولو قمت بحمله يوم أو يومين فمن الطبيعي أن يمكن تستدعو لسيارة الإسعاف لكي تحملني للمستشفى. الكأس له نفس الوزن تقريبا، ولكن كلما طالت مدة حملي لهذا الكأس كلما زاد وزنه. ولو طبقنا الكأس على حياتنا اليومية بنلاحظ أنه من الطبيعي أنه لو حملنا مشاكلنا وعبائنا في حياتنا اليومية وبدون ما نتخلص منها وفي جميع الأوقات فسوف تزداد مع الوقت، ويمكن نوصل يوم من الأيام ما نتمكن من المواصلة. الأعباء سوف تزداد والمشاكل سوف تزيد، ومداخلنا يمكن ما نتمكن من المواصلة وبنشعر بالإرهاق أكثر وأكثر. وربما يكون الحل بسيط جدا، ولذلك يجب علينا دائما أن نضع أعباءنا بين الحين والآخر لكي نتمكن من إعادة النشاط والحيوية ومواصلة حملها مرة أخرى. فعندما تعود لمنزلك يجب عليك دائما ترك الأعباء ومشاكل العمل ولا تأخذها معك إلى المنزل لكي تتمكن من المواصلة، لأنها سوف تنتظرك في الغد ولكي تستطيع حملها مرة أخرى. وهذا طبعا ينطبق على الحياة الجامعية والحياة الدراسية بشكل عام. اجعل كل مشاكلك في مكانها قبل لا تصل إلى المنزل، لأنها تأكد تماما سوف تنتظرك في الغد، وأن ما تمر به من ضغوطات في إطار حياتك اليومية لا تنقله لمنزلك، لأن نفسك وعائلتك ليس لهم ذنب أن يعيشوا ما تعيشه من ضغوطات. ربما القليل من الضغط النفسي يعمل على شكل حافز. على سبيل المثال تخيلنا وجود عملية منحنى يقارن ما بين كمية الضغط النفسي ومستوى الأداء، نجد أن مع الزيادة كلما زاد الضغط النفسي قليلا الشخص قد يكون عنده حافز بأنه يقوم بعملية معينة. على سبيل المثال إذا نعرف عندي مقابلة وظيفية الأسبوع الجاي، فأنا أجهز لهذه المقابلة، أقوم بجمع المعلومات، أتجهز من ناحية التحضير للمقابلة. هذا القليل من القلق يعطيني بعض الحافز بحيث أنا أكون جاهز إلى حضور هذه المقابلة. ولكن إذا صار هذا الضغط أصبح شيء مزمن، كلما زاد الضغط نصل إلى قمة المنحنى وبعدين ينزل الأداء، فبالتالي يصبح عندما يتحول الضغط الشديد يؤدي إلى تدني في الأداء العام، إلى أن نوصل ما يسمى درجة الاحتراق النفسي، وهي ظاهرة يتم ملاحظتها لدى العديد من الموظفين، خاصة العاملين في القطاعات التي تتطلب التعامل مع الأشخاص الآخرين. على سبيل المثال الطاقم الطبي كثير متعرض لقضية الاحتراق النفسي، لاحظنا كثيرا خلال جائحة كوفيد-19 بقى العديد من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي يصلون إلى درجة الشعور بالكآبة بالقلق الشديد، يحصل لديهم اضطرابات في النوم مما قد يؤثر سلبا على أدائهم لوظائفهم اليومية.
يمكن أن يسبب الضغط النفسي في ضعف الذاكرة، وذلك لأن زيادة الضغط واستمراره بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى تلف في مناطق معينة في الدماغ تسمى مراكز الذاكرة، حيث من المحتمل أن تنكمش عند الأشخاص اللي يعانوا من التوتر الزائد والاكتئاب. فكلما زاد التوتر والإجهاد النفسي يضر بمناطق حساسة في الدماغ، والتي من الممكن أن تؤدي للكثير من الاضطرابات النفسية. هذا طبعاً بالإضافة للتأثيرات الأخرى، فكلما زاد الشعور بالتفكير والقلق زادت معه مسببات التوتر، مما يؤدي إلى خلل كبير جداً في المخ، وبالتالي قد يصاب الإنسان بقلق يومي وصعوبة في النوم في المواعيد الصحيحة، ليسهر في أوقات متأخرة في النوم، وبالتالي عدم المقدرة على الاستيقاظ مبكراً. أما في حالة أنه استيقظ في وقت مبكر، فإنه من الطبيعي جداً أنه لن يتمكن من مواصلة أعبائه اليومية إذا لم يحصل على القدر الكافي من النوم أثناء فترة الليل. في بعض الحالات الضغط النفسي قد يؤدي إلى نشوء أعراض مرض السكري. طبعاً مرض السكري توجد أكثر من عوامل اللي تزيد من احتمال إصابة الشخص بالمرض السكري. في بعض الأشخاص قد يكون عندهم الاستعداد الجيني، ولكن الضغط النفسي يؤدي إلى ظهور هذه الأعراض، ربما بسبب هرموني بحث الجسم أثناء فترة القلق أو الضغط النفسي المستمر، يقوم بإفراز بعض الهرمونات مثل هرمون الكورتيزول الذي يؤدي إلى عدم توازن في بعض العمليات الحيوية، وبالتالي قد يؤدي إلى اختلال مستوى السكري في الدم. أيضا الكورتيزون المستمر يؤدي إلى إصابة بمرض الاكتئاب، ولذلك من أعراض القلق أو الضغط النفسي المزمن أن تظهر أعراض نفسية مثل القلق مثل الاكتئاب. في بعض الأشخاص قد يؤدي الضغط النفسي إلى إصابة بسكتة قلبية أو أمراض قلبية أخرى، ربما بسبب أن الشخص عندما يكون معرض للضغط النفسي غير عن ناحية الكورتيزول أيضا حياته اليومية تتلخبط، يهمل ممارسة الرياضة، قد تكون لديه عادات صحية غير عادات غذائية غير صحية، فيكثر من أكل الأكل غير صحي، ربما بسبب أن وقته لا يسمح بحيث أنه يتناول طعام صحي، فيلجأ الأشخاص إلى الوجبات السريعة. في بعض الحالات قد تكون اللجوء إلا هي الوجبات السعيدة الذي تبعث إلى البهجة قليلا، خاصة الغنية بالكربوهيدرات كثير في بعض المأكولات الحلويات الشوكولاتة. من المعروف علميا أن الشوكولاتة تزيد من نسبة السيروتونين في الدم، وهي من هرمونات السعادة، السيروتونين من ضمن الهرمونات المستعادة اللي مرتبطة بحالات القلق والاكتئاب. أيضا في بعض الحالات سبب الأكل الغير صحي يوجد ما يسمى بالأكل العاطفي، الشخص يلجأ إلى الطعام لأنه محبط، لأنه يعاني من التوتر من القلق، وهذه الأشياء أيضا لاحظناها كثيرا أثناء جائحة كوفيد-19. صار عديد من الناس يأكلون كميات كبيرة من الطعام بسبب الإحساس بالإرهاق، بسبب الإحساس بالملل، بسبب الإحساس بالفراغ، مما أدى إلى ظهور زيادة ملحوظة في أوزان بعض الأشخاص. من أهم عوامل التخلص من المشاكل والضغوطات النفسية اللي تواجهها في إطار حياتك اليومية، يمكن ما تتمكن دائما من الهروب من المشكلة أو المواقف الصعبة اللي تمر فيها، لكن بإمكانك أنك تتخلى عن بعض المسؤوليات اللي تواجهها في إطار حياتك اليومية. وتذكر دائما بأن طلب المساعدة قد يكون كافي، تحدث مع أفراد أسرتك، مع أفراد عائلتك، مع أصدقائك، أحيانا كل هذه الأمور قد تكون كافية للتخلص من الضغوطات النفسية. ومن أهم النقاط أيضاً البحث عن تغذية مناسبة لمواجهة الضغوطات اللي نمر فيها في حياتنا. الجهاز الهضمي مثلاً والجهاز العصبي المركزي يقوم بإفراز مادة الأدرينالين والكورتيزول، مما قد يؤثر على الجهاز الهضمي ويمكن أن يقلل الإجهاد الحاد في الشهية، وبالتالي في المقابل إفراز مادة الكورتيزول أو هرمون الكورتيزول أثناء الإجهاد المزمن يمكن أن يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الدهون والسكر، وبالتالي قد يؤثر على زيادة في الوزن. كما أنه يمكنك أيضاً ممارسة تمارين إرخاء العضلات من خلال تمارين الإطالة والتدريج وغيره، أيضاً يمكنك الاستحمام بماء دافئ أو تجربة الاسترخاء التدريجي للعضلات،
وهي طريقة أثبتت علميا بأنها تقلل كثيرا من القلق وتحسن الجانب العقلي والبدني بشكل كبير جدا. كما أنه أيضا يمكنك المحافظة على الأنشطة الممتعة والهوايات، فعندما تصعب الحياة وتزيد الأعباء والمشاكل غالبا ما يترك الناس أنشطتهم الترفيهية وهواياتهم، وبالتالي يلجؤون للعزلة النفسية. وهنا ننصح الجميع بأن كل ما مارست هواياتك وابتعدت كثيرا عن العزلة النفسية اللي ربما تعيش فيها أثناء الضغط النفسي، ربما يؤثر إيجابا على الكثير من الجوانب النفسية والعقلية. طبعا مثل ما ذكرنا الضغط النفسي جزء اساسي من الحياه، نحن بدل ما نتجنب هذا الضغط نتعلم كيف نتعامل معه، وهنا ياتي على طبيعه الضغط يختلف من شخص الى اخر والامكانيات المتاحه. على سبيل المثال اذا انا روتيني اليومي يشكل لي ضغط نفسي، انا مشواري الى العمل يتضمن اني انا انتظر ساعات طويله طابور من السيارات، هنا تاتي عمليه تنظيم الوقت، هل انا استطيع ان انا استيقظ مبكرا على اساس اتفادى الزحمه؟ إذا على سبيل المثال جزء من روتيني الصباحي يشمل أن أنا أنزل ابني المدرسة بعدين أتوجه إلى مكان العمل، هل أستطيع أن أنا أشوف شخص آخر يقوم بمهمة إنزال الابن إلى المدرسة؟ وبالتالي ما يسمى بنظام حل المشكلات، وهو عبارة عن تحديد المشكلة، تعريفها، ومحاولة سرد الحلول الشائعة أو المناسبة، ومن ثم تجريب هذه الحلول والاستمرار مع الحلول الناجحة. أحياناً الضغط النفسي يحتاج أن احنا ننظر إلى أنفسنا، إلى روتين حياتنا، تخصيص وقت لممارسة رياضة، التواصل مع الآخرين، أيضا قضية أن احنا تنظيم الطعام الذي نتناوله، الحصول على وقت كافي من النوم، النوم جزء أساسي من الصحة النفسية والصحة الجسدية أيضا. وساعات كثير قد يكون المسألة تصبح حلقة مفرغة، الشخص يعاني من الضغط النفسي لأنه لا يستطيع النوم، وبالتالي بسبب الضغط النفسي يفقد القدرة على النوم، وهكذا تصبح المسألة شبه مزمنة وقد تتحول إلى حالة من التوتر والقلق والاكتئاب. في بعض الحالات قد يصل الأمر أننا نحتاج إلى استشارة المتخصصين، سواء أخصائي النفسي أو الطبيب النفسي، إذا ما وصلت الأعراض إلى درجة أنها أصبحت تؤثر على أدائي الوظيفي أو حتى إحساسي بالسعادة أو قدرتي على التواصل مع الآخرين. وفي الختام مشاهدينا الكرام، الإجهاد المفرط يسبب الكثير من المشاكل النفسية والجسدية كالاكتئاب مثلا، أو انخفاض في معدلات المناعة لديك، أو ما يعرف بمتلازمة القولون العصبي. لذا نصيحتي إليك، إن كنت تعاني من أي مشاكل نفسية أو ضغوطات نفسية، يجب عليك باستشارة المختصين في هذا المجال، وتذكر دائما بأن صحتك النفسية هي الأساس لصحتك الجسدية، الأسرية، والاجتماعية، والإنتاجية. كونوا بخير.